العمرة لها أركان. عمرانن بار أركان ناري. أركان ثلاثة للعمرة. عمرانن إيش أركان بار؟ الركن الأول نية الدخول في النسك، لابد أن ينوي بهذه العمرة وجه الله سبحانه وتعالى. إن برنشي نية قبول. شيء عبادة بران الله نور رزالها نور. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الركن الثاني من أركان العمرة الطواف حول البيت سبعة أشواط. نعم. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. هذه الأركان هي أركان الحج، يزيد عليها الحج الوقوف بعرفة الركن الرابع. لكن